شعارنا واحد، معا من أجل مغرب أفضل. مرحبا بكم معنا وبأعضاء جمعيات معكم والناس كاملين اللي كاينين هنا. مرحبا بكم. كل مرة كنزاد تخف وحدة. نهضر مورايا. شوفي لا بغيتي نهضر. عزيزة على الشاشة. مرحبا بكم مرة أخرى عندنا. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. اللهم هون علينا سفرنا هذا. اللهم هون علينا سفرنا هذا. الانطلاقة من مدينة الرباط، الوجهة دوار تاسلي. مجموع عدد المتطوعين 74 مشارك، منهم مصورون، إعلاميون، حرفيون، مهندسين، أطباء وتخصصات متعددة. وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وسوء المنقلب في المال والأهل. مدة الرحلة كاملة تقريباً 14 ساعة، منهم 4 ساعات طريق غير معبدة. هادشي علاش اضطرينا نبدل وسيلة النقل إلى النقل المزدوج. فين حنا دابا أميمة؟ والله ما شنو سميت هاد البلاصة؟ سولي سولي عافاك. شوف أسري شنو سميت هاد البلاصة؟ الطريق ما كانش سهلة، طويلة وصعيبة ومنعرجات خطيرة جدا. والصعوبة ديالها بدات كتبان فاش بدا كيصبح علينا الحال وكنشوفوا بعيننا علو المنعرجات اللي كنمروا منها. تنطروا كل مرة نوقفوا سواء للاستراحة أو باش نصلحوا عطب تقني في السيارة لأنهم ما استحملوش طريق طويلة. أميمة جاك البرد؟ فيا نموت البرد. أنا فيا البرد. تغبرتوا الفوق؟ ماشي يجيك الكورونا. عرفتي راه تغبرتوا بقيتوا فينا. أنا ندير الحجاب أصلا. جاكم البرد؟ جاكم البرد فوق؟ حتى جانا غير بدران تما جايين نداوي الناس نموتو حتى حنايا. يوسف عندنا الزلق عندنا. بعض المتطوعين اضطروا انهم يركبوا فوق الحافلات والظروف ما كانش سهله عندهم. ولكن احسن ركبه هي انا صراحه. تغبرتوا؟ لا لا ما تغبرتش. والله حتى بقيتوا فينا وحق الله. ما حنا ما حنا خسرنا. ولكن الحياه اللي دري الحياه. المهم غير حدوا راسكم لا تمرضوا. مرضنا. وكملنا طريق طويلة وكانت هذه هي الطريقة باش نعلموا أهل الدوار بوصولنا. من بعيد كان هذا هو منظر الدوار. مفاجأة كبيرة كانت كتنتظرنا. استقبال كبير جدا من ناس الدوار. الحاجة اللي نستنا في تعب الطريق. شكرا. البعض ما قدرش يقاوم فرحة الاستقبال وخرجها على شكل دموع. علاش كتبكي؟ ما حضرت لي بحال هكا وبعد بين راسي شحال من حاجة. صراحة إحساس زوين. لأن الوقت كان ضيق فور وصولنا بدينا الاستعدادات. الدوار اللي كانت واجدوا فيه هو دوار تاسلي في إطار قافلة تضمنية طبية متعددة التخصصات تحت شعار معكم من أجل موسم دافئ. القافلة كانوا فيها عدة أنشطة، منها أنشطة ترفيهية، توزيع أغطية، حملات تحسيسية، تغطية صحية، صيانة وترميم وتوزيع ملابس. تم تخصيص فضاء خاص لأطفال الدوار، باك باك جيمز، مساحة خاصة للألعاب فقط. أيضا صيانة وترميم رود للأطفال بالصباغة ديالو وتجهيزه بكل مستلزمات. من بين الأشغال اللي كانت أيضا ترميم مسيد للأطفال.
وصيانة مسجد الدوار بالصباغة وتجهيزه بكل مستلزمات من زرابي وستائر مصاحف ورفوف. مستعد؟ الله يوفق. لجنة طب العام والصيدلة تقريباً 800 مستفيد، لجنة طب الأسنان تقريباً 600 مستفيد. دونتيست عقلت عليها، دونتيست من تونس. جبتي معك شبيد الحار؟ جبته معايا ولا صافي مثالي وأعطيني الحار. الله يوفق. مجموعة من المتطوعين حاولوا يخصوا وقت للأطفال، داكشي علاش شكلوا لجنة خاصة بالتنشيط اللي استفدوا منها تقريبا 140 طفل من الدوار. نشوف ديدات، نشوف ديدات، قلبي ديدة. حنينة زوينة بلاتي غادي نمشي انا وسلمى باش دير لي حنينة ياك. لجنة توزيع والتضامن تقريبا 220 قفة من المواد الغذائية الأساسية و 280 غذاء. جينا للدوار تلاقيت المعلم عدنان. المعلم هذه مدة باش جات تعيين في هاد الدوار، كتقري في هاد القسم دابا حنا كنتواجدو في القسم اللي كيقري فيه. كتقري المادة العربية والفرنسية. تقري دابا غير فرنسية، فرنسية ورياضية. عندك إجازة في إجازة الفيزيك خديتيها في السمنانية في مراكش، جامعة القضائية فاكولتي السمنانية. داكا مزيان. وكيجاك الدوار فاش جيتي؟ جاتك شوية صعيبة؟ عدنان شاب طموح، بعد ما كمل الدراسة ديالو تم تعيينه في هذا الدوار. تبادلنا أطراف الحديث على طريقة تأقلمه مع الظروف الجديدة واللي كانت صعيبة بالنسبة لي خصوصا في الفترة الأولى. أغلبية ناس الدوار تتكلم اللغة الأمازيغية وهذا الشيء شكل عائق بالنسبة لي باش يتواصل معهم، لكن من بعد حاول يندمج. شارك معنا عدنان كواليس الحياة في الدوار، مهاناة ناسها والإمكانيات اللي شبه منعدمة عندهم. نحييكم على هذا القدوم ديالكم لهذه المنطقة اللي جبلية وزوينة. الناس تاع ظريفين، الناس تعاونوا دابا. نتمنى منهم كاملين يكونوا في حالة جيدة. كنوعيهم تقريبا، كنحاولوا نوعيهم، ولكن راه كما قلت لكم الظروف صعيبة. كنتمنى ما تبقاش تعاود في كل دوار إن شاء الله، وداك الشيء الحل اللي كاين إن شاء الله. إذا كان ممكن يوصل شي جهة كثيرة. بعد أقل من 24 ساعة من العمل المتواصل كانت هذه هي النتيجة ديال المسيد. تأثرت بزاف بالمنظر ومقدرش نتمالك دموعي اللي نزلوا، دموع الفرح وأحاسيس مختلطة. واحد راحة عليا ومشيوه راحة كبيرة تنسيك في تعب أي حاجة جات من قبل. أنا ما قدرش أصبر. كيف؟ مش ليكن. بعد اللمسات الأخيرة لإعلان المفاجأة الخاصة بأطفال الدوار من تزيين القسم، ترتيب الكتب والمقررات. دفعت دابا كنت في القرارات ودفعت تقل الساعة
الزعابية للروض بين 20 و 40 تلميذ وتلميذة. فرحة هذا المنظر لا توصف. المساحة اللي كانت خالية في الدوار رجعت مكان مخصص للعب الأطفال بعد تجهيزه، وكانت هذه هي النتيجة. معنا وبأعضاء جمعية معكم وبناس كاملين اللي كاينين هنا، بغينا نقدموا لكم نشيد زوين اللي حفظوه دراري صغار وبغاو يقدموا به اسمهم، وفي الاخر غادي يحتاجوا التشجيع ديالكم. شكرا. قلبه لا يعرف المكر والعدوان. قبل الجبال ويا راسي واشهد الهبال شوف هواك وين رمالي يا رفيق الزرع الهدف من التطوع هو إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ولهذا العمل أثر إيجابي على المتطوع أيضا. توما سمحوا لينا بزاف. لا لا انتوما اللي سمحوا لي. واش حاضر هذا الطريق باش توصل الله يخلع عليكم. لا لا انتوما اللي سمحوا لينا والله. التطوع كيخليك دائما تحس بسعادة وبزاف ديال الحب، فهو يبني التعاطف ويقوي الروابط الاجتماعية ويجعلك دائما تبتسم. شكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذه القافلة. شكرا لكل متطوعين جمعية معكم. شكرا لكم أيضا. وغادي نختم هذا الفيديو بعبارة: إذا استطعت أن ترسم ابتسامة لا تقصر.